ترتكيب هذا الشكل الجديد من بديل الحجر الغامق. طريقة تركيبه سهلة جدا، شرحناها أكثر من مرة. 2 سنتي مساحته، 2 سنتي من الخلف اللين ومن الأمام رمل مع إكريليك، رمل مع إكريليك وطباعة UV أو طباعة ديجيتال للألوان هذه، تمام. طريقة تركيبه ما يحتاج لك تجيب لك فني، أنت ركبه في منزلك بهذه الطريقة. شكل جميل جدا، طبعا ثلاثي الأبعاد الشكل، يركب على اللياسة، يركب على الجدار، يركب على الدهان. هذا من قريب القربة لكم، شوفوا من قريب رمل، حبيبات الرمل واضحة مع أكريليك مع البروزات ثلاثية الأبعاد، الطوب بارز كذا، يركب السيليكون ويركب على الجدار وانتهى الموضوع.